خففنا الدار ارتباح ويبص ازاي او كده كده اهو واهو رايح جاي او كده ويبص ازاي او كده كده اهو واهو رايح جاي او كده كده اهو ويقف ويقول لا هي انا هو لا 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 يا لا يا لا 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 ايه يا لهوي وتخففنا الطارة. انت يا بجب يا اللي في الحمام. ايوه يا ابي انا تعبان. نعمل ايه؟ اروح عند الجيران ولا اتصرف ازاي؟ وهو رايح ويقف ويقول لا هي انا هو. طب اطلع شويه وبعدين نرجع خش تاني. لا لي لا لي لا لي يا لا يا لا لي لا لي ايه لا لا اسمع الكلام بلاش العند ده بقول لك. ويبص ازاي تعرف الصبح انت يا ست فوزية قوم يشوف اخوك اللي مبرطع في البيت زي ما يكون ورثه عن باباه. مش كفاية مستحمله من صغره وعايش معايا عارفني؟ والله لو حاتم ابني كان زمان رميته من الشباك. ايه بتزعق كده ليه؟ انت كده هتصحي الولاد فيها ايه يعني لما يستحمى؟ ما انت عارف ان حازم اخويا طول عمره بيموت في النظافه. ويا ريته بينضف يا اختي. والله لو استحمى كل ثانيه ما هينضف ابدا. ده لازم يغير جلده كله. يو عليك يا نجدت هتفضل طول عمرك حنبلي كده. يا هانم عندي ميعاد مهم جدا مع سيد مساعد وزير الداخليه واتاخرت عليه بسبب عفانه اخوكي. زمان الوزاره مقلوبه. يا سلام. وهي يعني الوزاره هتطير يا اخويا؟ طب ما انت ملتزم على طول وكل يوم بتروح في معادك. فيها ايه يعني لما تتاخر يوم؟ هيكون فيها ايه؟ بتقول حاجه يا نجدت؟ لا بدعيلك انت واخوكي دفعه واحده. نامي. يا لو حسين فهمي صباح الفل يا جوز اختي عسل. صباح الفل يا ابي. صباح الطير. صباح الباب. ساعة ونص في الحمام. ما انا قلت لسعادتك يا ابي اعمل لي حمام في اوضتي بس سعادتك بخلت عليا. قاعد ساعة ونص وطالع الريحة هي ادي وراسة يا ابي. قريب قوي هتسمع اخبار كويسة يا فندم. يا فندم ده فرقعات جرايد وسيادتك عارف جرايد المعارضة. طبعا طبعا. مع السلامة يا فندم. صورتك منوره الجرايد يا نجدت. شفتها يا فندم بس وحيات اولادي اديتهم صوره كبيره لسعادتك ما نزلوهاش الجبنه. لحسن حظك انها ما نزلتش مع الكلام البايخ اللي سعادتك صرحت بيه. فبركه يا فندم فبركه. حضرتك عارف جرايد المعارضه هو يعني علشان شويه عيال بايظه بتشرب مخدرات في جامعه يلبسوها فينا احنا. وبعدين موضوع الطوابع ده مش جديد ولا حاجه، ده معروف في العالم كله. يا سياده اللواء بدل ما تبرر الكلام شوف شغلك. وبعدين يعني هو انا ملاحق على اللي ورايا عشان اسيب شغلي وانزل احل لك مشكله جامعه الصفا دي؟ يا ريت يا فندم عشان نشوف سعادتك كتير. بدل ما تشوفني يا ريت تشوف شغلك. بقالك شهور ومش عارف تحل المشكله دي. اقتحمت الجامعه 3 مرات ما وصلتش لحاجه. ما نبنا بس غير وجع الدماغ من ابهات العيال دول. الموضوع ده لو ما خلصش يا نجدت مش هيبقى في صالحك. وانت فاهم كده طبعا. فاهم يا فندم فاهم. وده اللي خلاني اجل سعادتك دلوقتي. انا يا فندم عندي خطه ما تخرش الميه. ايه الخطه يا نجده؟ تقول وخلصني. حاضر يا فندم حاضر. احنا هنجيب ضابط متخرج من دفعه جديده ونزرعه في الجامعه وسط العيال المشتبه فيهم عشان نعرف السكه اللي بيجيبوا منها المخدرات ونمسكهم وهم متلبسين عشان القضيه ما تطلعش بايظه والدنيا كلها تعرف ان انا قصدي ان سعادتك انهيت المهزله دي. برافو يا نجدت برافو. كنت مخبي الاقتراح الهايل ده فين؟ انا كنت شغال عليه في صمت. بسعادتك برضو اللي علمتنا كده يا فندم. بس عشان ننفذ الخطه دي محتاجين ضابط محنك عنيف ضابط حديث التخرج. بالظبط يا فندم هو ده اللي رعيته وانا بختاره. طب فين الضابط ده؟ ها؟ هو موجود يا فندم موجود. بكره الصبح يكون في مكتبي. دلوقتي انا هتصل بالوزاره ابلغهم الخطه عشان يهدوا شويه. ما نستنى شويه يا فندم عشان السريه. السريه توريطه. الو اديني الوزاره بسرعه. طب اسمعي النكته دي
واحده متهمه عندي في الاداب ابنها بيقول لها ماما ماما انا بحبك قوي يا ماما، قالت له خلينا اصحاب احسن. تقلي معارك هنا حيوان انت. اسف يا ابي انا لقيت حضرتك اتاخرت، قلت انا اعمل شويه تليفونات مهمه. شويه تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك انك في بيتكم. حاجه غريبه. ايه يا جماعه يلا جهزوا بسرعه وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن، انا عفاريت الدنيا بتتنطر في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان. انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا ابي؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت، هنا على شط اللواء، فاهم يا ابي؟ قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه وليله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات. يا اخي ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا حبيبي يعرضوا افلام. استنى برا يا حازم، استنى برا يا حازم. افلام؟ استنى برا. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001؟ دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. انتوا جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط يا فندم. صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه 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 ايوه. ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه. اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. عمرك سعاده الباشا. قول لي يا حازم، انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعه؟ الا فاكرهم يا فندم، ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش اوصاف، مش للدرجه دي. انا بسالك عن مجرمين، انا بسالك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني، عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشره عمري، ده توام روحي يا فندم. والله ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض أكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية أختي سعادة. يا أخ وطي صوتك شوية. تحت أمرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وأنا أدبه وده دفعته وأعرف أتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، أنا بجمع بس شوية معلومات عنه. من ناحية المعلومات يا باشا، أنت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني بسيوني ده بالذات أخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس أوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في الحقيقة؟ حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات أوطى واحد في الدفعة، تصدق لا يا فندم سعادتك؟ بسيوني؟ وأخلاقه مش كويسة. الله. ولعلمك يا فندم ولا بد... أنا يا فندم ما أحبش أتكلم على حد وحش. أنت هتقول لي؟ سعادتك يعني. طب وفصيلة الدم؟ دم إيه يا باشا؟ ده ما عندوش دم أصلاً. بسيوني؟ يا فندم أنا قطعت الدفعة كلها بسببه سعادتك.